بطلب من ربنا يديني الصبر على فراق كريم ابني. بتمنى ان انا يعني ربنا يديني الصبر على فراقه، وربنا يجعلهم من الشهداء الابرار، هو وكل اللي معاه، هو وال 74 شهيد الاطفال كلها اللي كانت معاه. ربنا يدي الامهات كلها الصبر على فراق، يعني كلهم موحدين الحمد لله، ده كرم من ربنا يعني، وربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم جميعا ان شاء الله. هتدعي بايه بقى وانت في العمره ان شاء الله؟ ربنا يكرمهم بالجنه واحتسابهم الشهداء عنده باذن الله. بنشكر اداره النادي الاهلي، يعني زي ما بنقول دايما الحاجه الكويسه ما حدش يقدر يقول عليها وحشه، ولا الحاجه الوحشه الواحد يقدر يقول عليها كويسه. ونتمنى يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلينا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه، سواء احنا سواء الناس، وربنا كريم يا رب. اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم عيالنا، كلهم الشهداء، يجيب حقهم ربنا بس مش اكتر ولا اقل. ربنا يمن علينا كده ان ربنا يجمعنا بهم في الجنه ان شاء الله. هو انا ربنا من علي قبل كده وعملت عمره، وانا نادر العمره ديت لامجد ان شاء الله، وربنا يا رب يؤجروا بها وتبقى في ميزان حسناته. نسال الله كده ان ربنا يتقبلها في ميزان حسناته. فرحانه جدا ان انا رايحه بيت ربنا، وان انا هزور رسول الله، وهندعي ونقول كل اللي في قلبنا، يعني ان شاء الله يا رب يجعلها عمره مقبوله لكل الناس. الحمد لله نشكر ربنا، بس عايزين برضو ايه الحق بتاع ربنا يجي لاولادنا يعني ان شاء الله. ده مصر كلها، وربنا يرحم شهدائنا كلهم ان شاء الله باذن الله. الله يرحمه ويجعل اره الجنه ويبارك في النادي الاهلي ويصبرنا. الحمد لله ربنا يبارك فيكم.